بفعلتك هذه أيها المعتوه، سام وكلوفر وفريق الووب كله سوف يأتي لإنقاذي. وهذا هو بالضبط ما أنا أعتمد عليه. لقد اختطفت أليكس، علينا التصرف بسرعة. قد يبدو هذا غريبا، ولكن للمرة الأولى أرجو الانتقال بسرعة إلى مركز القيادة. كلوفر، ماذا تفعلين؟ أحاول إيجاد مفتاح رافع ممر سري. لست أعرف أنني أبحث عن أي شيء. لماذا نجتمع دائما بالفريق في اللحظة غير المناسبة وليس عندما نكون بحاجة إليه؟ لابد أنها أليكس. بالرغم من أنك لست الفتاة الأشهر في المدرسة، أنت المفضلة بالنسبة إلي. هل نتناول طعام الغداء اليوم؟ المعجب السري ألف جيم. ألف جيم، من يكون هذا؟ يحتمل جدا أن يكون أندرو، الشاب الوسيم الذي يحضر معنا صف العلوم، أو آيرون، الشاب المنتسب إلى فريق كرة القدم. ولما يهتم بي بصورة فجائية؟ لأنك طريفة، ذكية، ومسلية جدا. كلوفر، لا وقت لدينا لهذا، علينا إنقاذ أليكس. ولكن لدينا دائما الوقت للمعجبين، سوف أجيبه بأنني موافقة على تناول الغداء. أترين ما كنت أعنيه يا سام، دائما في اللحظة غير المناسبة. صباح الخير أيتها الآنسات. جيري، لن تصدق أبدا ما حدث اليوم. لقد اختطفت أليكس. لا، لقد اختطفت أليكس، وهذا ما قلته للتو. مهلا، هل كنت تعلم بالأمر؟ أجل أعلم. ماذا؟ لقد استلمت لتو رسالة مقلقة جدا. سام، كلوفر، لوميار، يسرني لقاؤكما مجددا. ولكني ظننت أنك مسجون. يسرني أن أعلن لكما أنكما سوف تصبحان نجمتي فيلم الجاسوسي الرهيب المقبل. وصدف أنه يتطلب جاسوسات من مستوى رفيع. اعتمد على ذلك. التصوير يجري على خشبة جميع المخاطر، حيث ستواجهان فيضا من المؤثرات المميزة. ماذا أليكس؟ شكرا لك لتذكيري بهذا. تقول أليكس إنه يجدر بكما أن تسرعا إن أردتما إنقاذها. ولكن لن نسمح له بفعل هذا. مهلا سام، هذا ليس كل شيء. أرجو أن تكونا ماهرتين بحل الألغاز، لأن السيناريو يقول أحمر هو الياقوت، أزرق هو حجر المعشوق، وهذان اللونان هما الأثر الأول. اتخذا الطريق الصحيح لتستقلا القطار. صديقتكما المفضلة أليكس ستكون في الانتظار. هيا تحركا بسرعة، بدأ التصوير. فر من المكان الذي احتجزناه فيه واختطف أليكس في الصباح. بدأت أفهم، لابد أنه استغل قلة تنبهها، فهي نادرة ما تكون متيقظة في الصباح. بقي أن نحذر عن أي طريق كان يتحدث. قد تكون طريقا مؤدية إلى مرآب، أو طريقا مائية، أو طريق سكة حديدية. اتخذوا الطريق الصحيح لتستقلوا القطار، صديقتكم أليكس تنتظر في آخر السكة. سام، أنت نابغة، هيا بنا، هيا. انتظرنا قليلا، لدي بعض الأشياء التي يمكنكن استخدامها. أسرعت جيري، لا أقصد الإهانة، ولكن لا وقت لدينا لثقافتك المعتادة. لا إهانة في ذلك. لا أثر لأليكس أو لوميار في أي مكان. فعلا لا أثر لهما. سام، ها هو قطارنا. ماذا؟ أحمر هو الياقوت، والأزرق هو حجر المعشوق، وهذان اللونان هما الدليل. مهلا أيتها الفتاتان، أريد أن أرى التذكرتين حالا. سأشرح لك، نحن عاملتان سريتان في مهمة، صديقتنا اختطفها للتو مخرج أفلام سينمائية. حقا هذا؟ إذن أنا أدعى ملكة إنجلترا، لا تذاكر لا مرور. بما أنك لا تصدقنا، لم يبقى أمامنا سوى شيء واحد. عندما نعجز عن الالتفاف حول المشكلة نحلق فوقها. اقفزي. آه.
كان هذا مسلياً. أجل، مع نسبة عالية من التعب. ليكن أن تقبلا بالهزيمة فأنتما تتدبران أمركما جيداً حتى الآن، وكما تريان تبدوان رائعتين على الشاشة. نريد أن نعرف ما الذي حل بأليكس. قريباً جداً سوف تعرفان ماذا حدث لها، أما الآن فثمة أشياء أخرى تقومان بها. نحن سجينتان. في الواقع قد لا تكون هذه بفكرة سيئة. في هذا القطار لا أريد الوقوع بالصدفة على الطريق. خبر سيء، عندما يصل هذا القطار إلى سرعة 150 في الساعة سوف يخرج عن السكة وستكون هي النهاية. أما الخبر الجيد فهو إن وجدتما وسيلة لإيقاف القطار قبل وقوع الحادث فسوف أطلق سراح أليكس على الفور، ولكن فيلمي لن يكون قصيرا على الإطلاق، هل هذا واضح؟ وإن لم نستطع؟ سوف تعرف أليكس نهاية مأساوية وأنتما أيضا. 88 ماذا تعني؟ لابد أنها سرعة القطار، علينا الوصول إلى غرفة القيادة بسرعة. لن ينفع هذا بشيء، فالأجهزة معطلة. يجدر بنا إيجاد مكبح اليد، ذلك الذي يستعمل للطوارئ. في الواقع أننا نعاني من حالة طارئة جدا هنا. سأفتش في المقدمة، اذهبي إلى الخلف وسنلتقي في الوسط. أنا لم أركض بهذه الطريقة منذ تنزيلات الصيف الفائت. لو كنت مكبح إنقاذ لما اختبأت في أي مكان. أرجو ألا أكون أنا وراء حدوث كل ذلك. في الواقع أنا من فصل العربة عن القطار. أنت من فعل ذلك؟ خطر لي أن أعزز التوتر الدرامي من خلال إدخال معارضة تنازعية بين بطلتي رواية. لم أفهم ماذا تقصد، ماذا تعني؟ لنقل إنني أجريت تعديلا على السيناريو، سأعرض لك كيف. أعتقد أنني بدأت أفهم. لابد أن يكون هنا في مكان ما. إذن هل يرعبكما مؤثر صغير لا يساوي شيئا على الإطلاق؟ أنت الوحيد الذي سوف نهزأ منه. وجده. كان ذلك سهلاً. لكن سام، أعتقد أنه لدينا مشكلة. أي مشكلة؟ قمت لتو بإيقاف القطار. ولكن لم تكن هذه سوى نصف المشكلة. أوه حسناً، ربما كان ذلك سهلاً جداً. لا تتحركي، هذه المهمة لملكة الجليد. أنا أتحرك ولكن أنت من يتحرك. أجل، صحيح. والآن أنا من سيغير السيناريو. هل أنت بخير؟ باستثناء ظفر سيحتاج إلى جراحة تجميلية. أحجية جديدة أرسلها لوميار. لا، إنه ألف جيم، يقول إنه يرغب في تناول الغداء. من يفكر في الطعام في وقت كهذا؟ سأقول لك شيئاً، أنا لم أختر الفتاة الأكثر شهرة في المدرسة، أنت المطلوبة. أحسنتما أيتها الفتاتان، إليكما الأحجية الجديدة. سوف تنقلكما سفينة بينما تتنزهان على الرصيف. في كولورادو يوجد مفتاح للمكان الذي فيه أليكس تختبئ. حسناً، إلى اللقاء. سوف نبدأ من جديد. أجل، هيا بنا إذن إلى كولورادو. لست واثقة تماماً. ماذا تقولين؟ ألا تريدين إنقاذ أليكس؟ سوف تنقلكما سفينة بينما تتنزهان على الرصيف. في كولورادو يوجد مفتاح للمكان الذي تختبئ فيه أليكس. كلوفر، أعتقد أن كولورادو هي سفينة وليست مدينة. سفينة؟ لم أكن أعرف أن كولورادو تقع عند الشاطئ. سوف أشرح لك في الطريق. ها قد وصلنا، هذه كولورادو. هذا ما أسميه بيخت.
إن كان لوميار يحتجز أليكس هنا، أود أن أكون التالية على لائحته. لقد بدأت أسأل من لوميار ومن فكاهته المثيرة للشفقة. يا له من مجنون. لنهجم. حسناً، لو كنت مخرجاً مختل العقل، أين كنت سأخبئ ضحيتي؟ ربما عند الجسر السفلي. لنلقي نظرة. فلننفصل لنغطي بقعة أكبر. فكرة جيدة، سأذهب من هنا. أليكس، هل أنت هنا؟ لأليكس على الإطلاق. أليكس، وجدتها؟ ليس بعد، ولكن قد يتبدل كل شيء. هل تذكرين الأحجية؟ في كولورادو يوجد مفتاح للمكان الذي تختبئ فيه أليكس. ها هو. لا كلوفر، انتظري. يبدو أنه مأزق جديد. أحسنتما عملاً. لقد استهليتما للتو عملية إطلاق صاروخ بباري. كم أحب مشاهد الأحداث النارية. ألا تشعر بالرضا إذا صورت أفلاماً رومانسية أو كوميدية؟ لا أظن أن إيقاف إطلاق الصاروخ عملية سهلة بالنسبة إليكما. 10 ثوان وسوف ينطلق. خذ هذا. رائع، ماذا يمكن أن يحصل أسوأ من هذا؟ بسرعة، علينا إنزال البحارة إلى البحر. حافظوا على هدوئكم وأخلوا السفينة حالاً. هذا ليس تمريناً، السفينة تغرق. الرسالة ليست موجهة إليك. برأيك ما هو هدف الصاروخ؟ أعتقد أننا سنكتشف ذلك فوراً. هيا، علينا أن نتبعه. أتذكرين الأحجية؟ في كولورادو يوجد مفتاح للمكان الذي تختبئ فيه أليكس. الصاروخ سيوصلنا إليها. هكذا نستطيع أن نتبعه. رائع، إننا نتبعه. ماذا سنفعل؟ أوه لا، انظري، إنه يندفع نحو المدينة. بل انظري عن كثب. لا، إنه يندفع مباشرة نحو مقري الووب. ووب، هل اكتشفت ما ذلك؟ الاصطدام بعد 10 ثوان. أنا لم أعد أحتمل تفكيره أبدا. انسي أمره، علينا أن نوقف هذا الصاروخ. رمية خفيفة جدا سام، عليك أن تدفعي بقوة أكبر. تجازفين بهذه الطريقة. في المرة المقبلة عندما تنوين قذفي من الطائرة ونحن في الجو، أعلميني سلفا. هيا، لابد أن أليكس في الداخل. أوه سام، كلوفر، ماذا تفعلان هنا؟ لم أرسل في طلبكما. لوميار يحتجز أليكس في مكان ما في المبنى. هذا مستحيل، مقر الويب لديه أفضل أجهزة مراقبة داخلية في العالم. علاوة على ذلك، أنا مسؤول عن كل موظف هنا. لو أن أليكس كانت هنا لعرفت على الفور. رائع، لكن هل شرحت لي لماذا أشعر هنا وكأني في ثلاجة؟ ثمة عطل طرأ على نظام تعديل الحرارة، والتقني هنا يعمل الآن على إصلاحه. أمر غريب، لقد كان هنا منذ دقيقة. مرحبا يا أصدقاء، دينغ دينغ، إليكم أحجيتكم الجديدة. لم يبقى أمامكم إلا الانتقام. الصقيع الغامض هذا فرصتكم الأخيرة، أسرعوا لإنقاذ الجميلة وإلا بوم. هذا رائع، إنه سباق آخر مع الوقت. لا يلمح إلى عد عكسي، بل على الأرجح إلى ميزان يقيس الحرارة. لنذهب إلى قاعة الاجتماعات. لما؟ لا تضيعوا وقتكم في الاجتماع، قصد قاعة الاجتماعات. هيا. هذا غريب.
ولكن لا بأس، كل هذه المغامرات قد فتحت شهيتي. لا كلوفر، ربما هذا فخ. إنها قنبلة. سأصحح لك، إنها قنبلة حرارية. وبحسب ما أعتقد، عندما تصل الحرارة إلى الصفر هذا الشيء سوف ينفجر. خدمة الصيانة، عليكم أن تعكسوا درجات الحرارة فورا. ألو ألو. لابد أن التقني متواطئ مع لوميار، هو من قام بتعطيل نظام تكييف الهواء، ليس عندي تفسير آخر. لنرى، إن قمت بقطع السلك الأحمر أعتقد أنني سأوقفها. عمل سيء، هذه المرة خسر فريق الووب الجولة. لم أقل كلمة نهائية بعد. ترى أين وضعت أحمر الشفاه؟ كلوفر، هل هذا هو الوقت المناسب للاعتناء بجمالك؟ لم تفهمي لماذا؟ سأقوم فقط بتدفئة الجو. كلوفر، لقد نجحنا. ليست المرة الأولى التي ينقذ فيها حياتي، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة. سوف أدخل الحاسوب المركزي بغية تحديد مصدر رسالة لوميار الأخيرة. وما الذي يقوله؟ الحاسوب يؤكد أن رسالته الأخيرة أرسلت من الدور 22 في هذا المبنى. لا نشاهد مثل هذا العرض في كل يوم. مسكينة أليكس، لو كنت مكانها لكنت الآن أصيح. إذا فتحت فمها سوف تسقط الآن دون شك. وإذا فتحنا هذا الباب ستكون النتيجة واحدة أيضا يا سام. إذن يجب أن نمر من الخارج بغية أنقاذها. أليكس لا تتحرك، سوف ننقذك. لقد وقعنا في الأسر من جديد. لقد أقفل رجال لوميار النظام. ليس أمامنا خيار. سأعد حتى 3 وأفتح الباب ونقفز جميعا على الحبل. 1 2 مهلا، نقفز عندما تقولين 3 أم انطلاق؟ قلت 3، من ذكر كلمة انطلاق؟ آسفة، أردت التأكد فقط. 1 2 3. لقد نجحنا، أنقذنا أليكس. بسرعة اتبعهم إلى الأرض، أريد التقاط لحظة سقوطهم. لا تخافي، سنمسك بك. شكرا فتاتي، ولكن من الذي يمسك بنا؟ سوف ترون أن لا أحد يستطيع التسلل إلى منظمة دون أن ينال العقاب المناسب. نشد حلا بسرعة، وإلا صدقوني سوف نلتصق حتما بالإسفلت. ليس لدينا وقت. عادة أجد البذلة القابلة للنفخ سخيفة، ولكنني كنت مخطئة. انظرنا ما هذا. ليس بهذه السرعة. يعتقد لوميار أنه قوي جداً، ولكنه هزم للتو من قبل 3 فتيات. 3 فتيات وعميل محنك من المخابرات السرية يتقن حيل المهنة. على كل حال، ربما لست جاهزاً بعد للتقاعد جيري. لا، تحفتي لا. إنها نهاية تجربة سينما الواقع. هيا انطلق لوميار، يمكنك أن تكمل تصوير فيلمك في الزنزانة. ماذا هناك سام؟ ألست سعيدة لأنك أوقفت لوميار؟ أجل، وما عاد علينا أن نتحمل أحاجيه المثيرة للشفقة. بلى، أنا مسرورة جدا، ولكني فوت موعد الغداء مع المعجب السري. هل لديك معجب سري فعلا؟ أو سام، لا يمكنك إخفاء أمر كهذا. ماذا تقول الرسالة؟ تقول لم يتأخر الوقت كثيرا لتناول العشاء سويا في المقهى ألف جيم. لنسرع إذن إلى المدرسة. أندرو جيمس وآيرون جينينز، كيف سأعرف أيهما هو المعجب؟ عليك أن تسأليهما. مرحبا. أهلا سام. والآن عليكما أن تخبراني. ماذا؟ أي واحد منكما هو المعجب السري بي؟ آسف، ولكنني لا أعرف عما تتحدثين. ولا أنا أيضا.
ولكني لست أفهم شيئاً، فكلاكما يدعى ألف جيم ولابد أن يكون... آسف سام، ولكن الفتاة الوحيدة التي تعجبني ماندي والأمر ليس سراً. أنا أيضاً تعجبني، هل تعلمين إن كان لديها صديق لحفلة الربيع؟ مرحباً أرنولد. ألن تقولي مرحباً بك أيها المعجب السري؟ تعني أنت هو ألف جيم؟ أرنولد جاكسون شخصياً، هذا أنا، أرجو أن تكوني قد أحضرت شهيتك معك. طبعاً، أنا أتضور جوعاً. ما كنت أتخيل أبداً أن يكون هذا جميلاً هكذا. بروفيسور إليوت، حماية البطارق من ذوبان الثلج إنها المهمة الأسوأ لنا، أعني نسبة لعصافير أنيقة مثلنا هذه المهمة لا تليق أبداً. أجل، لو لم نمر بذلك المتجر في القطب الشمالي والذي وقعنا عليه ونحن عائدات لكانت المهمة فاشلة. هذا صحيح، أود أن يرى الجميع خاتم السحري الجديد الذي ابتعته من متجر المجوهرات. هاي تعالي إلى هنا، فوتنا مسابقة التلميذ الأكثر إحساناً. لا بأس، لقد عدنا في الوقت المناسب لحضور الحفلة. ولكن هل تفكرين بما أفكر به؟ أتعتقدينها إحدى مسابقات الشهرة المزيفة المخصصة للمتعالين؟ لا، ظننت فقط أنها المناسبة المطلوبة لكي أعرض خاتمي الجديد للجميع. يجب أن أستعد على أكمل وجه للمناسبة. ترى ماذا أرتدي؟ على الأقل ثمة أشياء لا تتغير. تنبيه لجميع الطلاب، الفائزة بمسابقة التلميذ الأكثر إحساناً لهذه السنة هي ماندي. ماندي؟ هل أنا أحلم؟ لقد غبنا أسبوعاً واحداً وما حصل أن الكوكب فقد صوابه. الوحيدة التي فقدت صوابها هنا هي أنت. ما كنت تعتقدين أني سأفوز بهذه المسابقة، صحيح؟ أنا التلميذة الأكثر كرماً في بيفرلي هاي. لقد وعدتهم بالتبرع بخاتم من الياقوت وزنه 10 أقراط، لهذا فزت. هل يباع مع مبدل للقوة؟ أليس رائعاً؟ أظن أنه يجدر بك أن تعرضي خاتمك السحري الزهيد القيمة في مكان آخر. هل تظنين أن هذه المسابقة السخيفة أو هذا الخاتم يثير اهتمامي؟ كلوفر، إذاً لماذا تبدو الغيرة واضحة على وجهك؟ إلى اللقاء أيتها النكرات. أنا سأجلبها. لا توقفي، أنا من سيفعل، فأنا التلميذة الأكثر إحساناً في بيفرلي هاي. أشعر أن هذا الكلام عن هذه المسابقة لن ينتهي أبداً. انظرا، إنه خاتم ماندي. هي، ألا تعتقدان أن المخبأ كان في الجهة الأخرى من الملعب منذ بعض الوقت؟
كلوفر، ماذا تفعلين؟ ما بك؟ لم أقترف أي ذنب، أنا أجربه فقط. هي انظرا. كان يجدر بك أن تجدي هذا المخبأ قبلاً. ها قد وصلتن إلى المخبأ لتنفيذ مهمتكن. إنها مهمة جديدة، هذا واضح؟ نعم، للأسف نحن نفهمك جيري. واو، أظن أني لم أرى هذا الفيلم قبلاً. حسناً، تفرجنا عليه إذن. إنه فيلم مشوق آخر. لو عرفنا أننا سنشاهد فيلماً سينمائياً لكنا جلبنا معنا بعض الفوشات وأفلاماً جيدة أيضاً. هذا ليس فيلماً، لقد التقطت هذه المشاهد في هيكل بينو في مقبرة مومياء. البروفيسور الذي رأيناه لتونا قد اختفى. هذه النسخة قدمها لنا مساعده أيان الذي تاه في الصحراء، وقد ذكر أشياء تتعلق بلعنة. هل تقصد لعنة حقيقية؟ قل لي يا جيري، هل تقاوم أدواتنا اللعنات؟ لا تقلقي أليكس، اللعنات غير موجودة. أجل، لا تنسي أننا جاسوسات نتحرى عن أحداث واقعية لا عن اختفاء رجل الهدايا. أجل، أنت محقة. قلت اختفى رجل الهدايا؟ هذه دعابة. أعرف أن رجل الهدايا يعيش بدفء مع غزلانه في كوخه الممتلئ بالألعاب. هذا جيد، وبعد أن توضحت الصورة الحقنا بي لأعطيكن أغراضكن. لإيجاد البروفيسور المفقود سأعطيكن أصابع الحمرة دون ذرية، وسأعطيكن قنابل إعصارية، وشيئاً جديداً جداً هو هذه المجرفة الآلية. كدت أنسى شيئاً، وهذا الكتاب الذي يتناول أساطير مصر القديمة. ولماذا هو قديم ومتلف؟ لقد كان لي عندما كنت طالباً. دعابتك جيدة فعلاً جيري. هذه ليست دعابة يا آنسات. أوبس، آسفة. أنت أيضاً تصفر أذناك بسبب الضغط الجوي لطائرة الووب الدون ذرية؟ لم أرد تعريضك إلى الضغط، ولكن يجب أن تتصلي بماندي لتخبريها عن الخاتم. في الواقع أنت محقة سام، لكن بصراحة أحياناً تكون الاستقامة مزعجة. ألو ماندي، أنا كلوفر، أتصل بك فقط من أجل إخبارك أنني... كلوفر، لا أعرف لماذا تتصلين بي، ولكن أسدي لي معروفاً من فضلك ولا تشغلي خطي. حصل أمر رهيب، لقد اختفى خاتمي. رائع، والآن قل لي كيف سأحل مشكلتي. افعلي ذلك لاحقاً والآن هيا. يا له من مكان مخيف. هل قام دراكولا بزخرفة هذا المكان؟ صباح الخير يا أنسات. آسف لأخافتكن، إنني أبحث عن شيء سقط في مكان ما من هذه الغرفة. هل يمكننا مساعدتك؟ نحن عميلات سريات للووب، أنا سام، كلوفر وأليكس. لابد أنك أيان. أهلا بكن في أكسفورد. بحسب ما قال لي جيري فأنتن من سيقمن بمساعدتي على إيجاد الجعران الثاني. الجعران الثاني لإيزيس، ولكن يفترض بنا مساعدتك لتجد البروفيسور. هذا صحيح، ولكن لسوء الحظ فأنا لا أعتقد أبدا أن الأمر بهذه السهولة، لأنه وللأسف الشديد أصيب بلعنة أمونرا. قلت لعنة أمونرا؟ هل أخبرتنا من فضلك عن تفاصيل اختفاء البروفيسور؟ في الواقع أنا لا أعرف الكثير، لقد كان يقف بالقرب مني وفي أقل من ثانية اختفى بشكل فجائي. ماذا قلت لكن؟ اللعنات موجودة فعلا. أنا أعتقد أن في الأمر خدعة. هل أريتنا من فضلك المكان الذي كنت فيه مع البروفيسور؟ سوف نبدأ من هناك. بكل تأكيد، والآن أعتذر منكن، فيجب علي أن أجهز نفسي لرحلتنا في الصحراء، لذا رجاء لا تلمسنا الأغراض المتواجدة في هذه الغرفة، فعدد كثير منها ملعون. إلى أين ذهب؟ أولا تعجبكما طريقة كلامه المميزة والغامضة؟ أتساءل كيف يمكن لشخص مثقف مثله أن يصدق الخرافات؟ أجل صحيح، وكأنها سوف تصيبنا مصيبة بمجرد أن نفتح باب خزانات عتيقة. لا يوجد شيء سوى زوج من الجوارب السوداء. كلوفر، هذه ليست خزانة. وهذه ليست جوارب أيضا.
آسف لوجود الخفافيش كلوفر، ولكن لا يجدر بك أن تستخفي بمسألة هذه اللعنات. أجل طبعاً، وكأني فعلاً أصبت بلعنة أو ما شابه. إذن قل لي أيان من فضلك، كم من الوقت تدوم هذه اللعنات؟ هذا يعتمد على نوع اللعنة، بعضها لا يدوم إلا يوماً واحداً وأخرى تدوم إلى الأبد. ولما حشرات الجيران ملعونة؟ مخافة ألا تقع في يد أي كان، لأنه عندما يجتمع زوج من الجعران كقطع مربكة أمام هيكل إيزيس يمد الشخص الذي يتملكهما بالحياة الخالدة والقوة. واو، إن كنت قد فهمت جيدا، يفترض ألا يقع الجعران الثاني في يد أي كان. الحياة الخالدة والجبروت، من الأفضل أن نجده. وأخيرا وصلنا. استعداد يا أصدقاء، سننطلق الآن. لقد اختفى البروفيسور في هذا المكان. قولي لي، أهناك تفسير منطقي لما يجري؟ الكتاب الذي أعطانا إياه جيري يقول إن في قبور كهذه أفخاخ في كل مكان، ولكني لا أرى شيئا هنا. غير معقول، لابد لنا أن نعثر على دليل في مكان ما هنا. المشكلة هي أنه لا يجدر بنا أن نبحث في كلوفر. هذا جيد، لقد وجدت دليلنا الأول وربما الثاني أيضاً. انظروا على ماذا وقعت. إنه زر قميص يحمل ختم أكسفورد، مؤكد أنه لأيان. مستحيل، إنها المرة الأولى التي أخطو فيها في هذا النفق. إذن قد يكون للبروفيسور إليوت، ربما هو أيضاً وقع هنا. وهذا ما سيفسر ظروف اختفائه. لقد عرفت أنه يوجد تفسير منطقي لكل ما يجري. إذن يا كلوفر، في هذه الحالة كيف تفسرين تموج التراب تحت قدميك؟ الأمر بسيط، سبب ذلك الأفاعي. هيا لنهرب بسرعة. التعويذة تشير إلى أن الجعران الثاني متواجد هنا في خرائب هيكل القمر. ألا يمكن أن تكون أكثر دقة؟ لأنه إذا أردنا تنقيب هذا المكان يحتمل أن نبقى قروناً. ليس أن استخدمنا هذه المجرفة. وهل فعلاً تعلمين كيف تعمل هذه الأداة؟ وماذا هناك لأعرفه؟ إنها مجرد مجرفة آلية. هذا حقاً فظيع. المجرفة الآلية 2 مذهلة، أرجو أن يكون الطراز رقم 3 أفضل منها. والآن ماذا سنفعل؟ انظروا، قد تساعدنا هذه النقوش المحفورة على الصندوق الحجري. إنه كالصندوق الموجود في المقبرة حيث اختفى البروفيسور. أوه، إنه الجعران الثاني. ألا يصلح كملقة شعر مذهل؟ إنها اللعنة. كلوفر انظري، لابد أن هذه الممرات تمتد في كل مكان. لقد اختفى أيان وأليكس، وقد أصبح علينا الآن أن نفتش عن 3 أشخاص. كلوفر، ألا تجدين غرابة في اختفاء البروفيسور إليوت فقط من المقبرة وليس أيان؟ ولا يجب أن ننسى زر القميص على رغم تأكيده لنا بعدم دخوله، ولكن لما يكذب علينا؟ لا أعرف، ولكني سوف أتصل بجيري لأطلب منه المعلومات عن مساعدنا الغامض. أنتم الآن تستمعون إلى مجيب جيري الصوتي في المقر العام للوب. هؤلاء الإنجليز غريبو الأطوار. نريد معلومات عن أيان. جيري اتصل بنا. ألديك فكرة أخرى؟ لنكتشف إلى أين يؤدي النفق. أجل ولما لا، لكن بصراحة كنت أفضل لو أنك اقترحت أن نذهب للتسوق. هذا الحذاء فظيع، هذه آخر مرة أنتعله فيها. لحظة واحدة. أعتقد أن لعنتنا الغامضة هذه تحتاج إلى بعض التزييت. ما هذا الشيء هناك؟ لا أعرف.
هذه الآلة سأصبح كدودة. لا يمكن تجنبها، علينا أن ندخلها. هيا بنا. انتظريني سام. يبدو أن أحدهم يقوم بسرقة بعض الأغراض الثمينة هنا. كيف تجري الأمور يا فتيات؟ جيدة، باستثناء واقعة أننا أضعنا آيان وأليكس وأنني أصبت. آه يا إلهي، سأفتح ملف آيان في الوقت الذي أتحدث فيه معكما. لا شيء جديد سوى أنه طموح جدا وأنه يبدو مهيئا جيدا لأخذ منصب البروفيسور إليوت. إنه مهيئ ليخلف البروفيسور إليوت. شكرا جيري. كلوفر، هل تفكرين بما أفكر به؟ أجل، إن لم نخرج حالا من هنا فالرطوبة التي تسيطر على المكان سوف تجاعد شعري. لا، أعتقد أن آيان هو من خطف البروفيسور ليحصل على ترقية. هذا منطقي جدا. كلام معقول سام، لكن في هذه الحالة هل شرحت لي لماذا يقوم آيان بربط نفسه؟ آيان، أليكس، لا أفهم شيئا. إن لم يكن هو المسؤول عن اختفاء البروفيسور فمن المسؤول إذن؟ عليكما أن تكتشفا. بروفيسور إليوت؟ ألن تخرج بهذه الطريقة عن خطتك بروفيسور؟ وبالمناسبة ما خطتك بالضبط؟ حينما أضع هاتين القطعتين إلى جانب الجعران الثالث والأخير في مقبرة هيكل إيزيس سأحيا حياة خالدة وستصبح قوتي كبيرة. هل لديكم أسئلة أخرى؟ أنت غشاش آخر مصاب بجنون العظمة. هل هذا ما يريده الناس؟ والآن وداعا، ولكن لا تقلقوا، فقد يأتي عالم بالآثار إلى هنا يوما ما ويخرجكم من هذا المكان. آسفة لأني شككت بك. لست ألومك يا سام. حسناً، لقد فهمنا. سام، قولي لي أنه لديك خطة. أنا أعمل على ذلك. هل أزحت يدك كلوفر؟ النور المنعكس من خاتم ماندي يقوم بإذابة وجهي. أليكس، وجدت الفكرة. أية فكرة؟ أن تذوبا لي وجهي؟ لا، حاولا التقاط أصابع الليزر ووجهاها نحو المكان الذي يخرج منه الرمل. وما هدف قيامنا بذلك؟ ألا تعتقدين أن المكان حار جدا؟ لن يطول الأمر. هي، لقد نجحنا. لنتجه إلى هيكل إيزيس لنوقف البروفيسور. ولماذا نسير على أقدامنا ما دام لدينا مركبة؟ حسناً، وماذا نفعل الآن لنجعل هذه المركبة تتقدم؟ انظرنا، هناك لائحة بكل المواقع الأثرية للوادي على الشاشة. رائع، سنوصل جهاز الطيران التلقائي ونتوجه نحو هيكل إيزيس. هذه آخر قطعة من شبكتي. هيا بسرعة، ليس لدي حياة أبدية أمامي بأي حال، ليس بعد. أجل، الأمر ينجح، سوف أتمتع قريبا بالقوة. وداعا للمؤتمرات ولتصحيح نسخ الامتحانات البائسة. ما هذا؟ سوف نلقن البروفيسور درسا لن ينساه. لدينا مشكلة كبيرة. الآن ماذا نفعل؟ يجدر بنا انتزاع حشرات الجعران من الناووس وفصلها عن بعضها البعض، إنها الطريقة الوحيدة. حسناً، تعالي أليكس، سوف نقوم أنا وأنت بإلهاء البروفيسور قليلاً. هناك
هناك شيء لا أفهمه، لماذا إليوت دائما أحمر اللون؟ يجب علينا فصلها حالا. ولكن هل نستطيع أن نفصلها عن بعضها؟ لقد بدأت فعلا أنزعج منكم يا خدام المقبرة، هل أثرتم أقصى فوضى ممكنة؟ استيقظوا وحاربوا، أمر من رئيسكم. أود أن أصرحك بأمر صديقتي، أخشى المومياءات كثيراً. الواقع هي بشعة جداً. اسمعيني، علينا الإمساك بهذه المومياءات. كنت أرجو ألا تطلبي مني ذلك الأمر سام. هيا بسرعة. ألا يمكننا تأجيل المهمة قليلاً؟ خطرت لي فكرة. ما فكرتك؟ علينا إيجاد وسيلة لاحتجاز هذه المومياءات نهائياً، فلنبتعد من هنا. انظري من سيفعل. أهلاً بك يا صديقتي. اذهبي وقومي بعمل جيد من جديد وداعا. سام انظري، انه يحاول الهرب. ليس بهذه السرعة بروفيسور. ضربة موفقة سام، لقد قمتن بعمل جيد. والآن يجب أن نحضر حفلة تسليم جائزة التلميذ الأكثر إحساناً وأن نعيد الخاتم لماندي. بالمناسبة كلوفر، أردت أن أقول لك إن هذه هي أجمل ياقوتة زائفة رأيتها في حياتي. أنت واثق أنها زائفة؟ لا أفهمك كلوفر، لما لم تخبريهم أن ختم ماندي زائف؟ لم أفعل لأني اعتبرت ذلك تصرفاً غير لطيف. نحن فخورات بك كلوفر. بالمناسبة، ما رأيك بتذوق هذا الطبق الشهي؟ تفضل ماندي. إنه زائف. تعديل بسيط، لن تنتخب ماندي التلميذة الأكثر إحساناً، سوف تقدم الجائزة للمتسابق الذي احتل المركز الثاني الذي تبرع لنا بمجموعته الغريبة. ولكن هذا غير عادل، وعدتني بأن تقدم هذه الجائزة لي أنا. أمسرورة أنت؟ أليس هذا واضحاً؟ صباح الخير أنستي، ما رأيك في تجربة علاج مبتكر وثوري للشعر وبلا أي مقابل؟ لشعر أنعم وأملس ولتسريحة تدوم طويلة. هذا رائع، أيحق لي أيضا؟ معذرة، أنت شعرك لا يصلح. أنستي، هل يروق لك ذلك؟ لما لا، هيا ابدأي.
أراك في المنزل فيما بعد. سنأخذ هذه إلى الجيري. سترة سموك من الفيزون، إنه عيد مهم وعلينا إتقان الأشياء، فلنفكر جيداً. انظرا، إنه ما يحلم به الرجال، سكين سويسري للأعياد، 20 شفرة، وقارئ كاراوكي أيضاً. ليس مناسباً. ما رأيكما لو قدمنا له حملة غولف مخملية؟ ومن يروق له هذا؟ على أي حال، كل هذه الأشياء لا تليق بجيري أبداً. ولكنها مخملية وتنقل إلى جميع الملاعب. وجدت الهدية المناسبة، ما رأيكما بأن نعد له مفاجأة؟ ممتاز، لن يتوقع جيري أبداً شيئاً كهذا، ولكن أي نوع من المفاجآت؟ وجدتها، سوف نعصب عينيه ونجعله يصعد معنا في منطاد، أو نتذرع بأية حجة وندخله إلى غواصة. يمكننا أن نرمي به من أعلى الجرف دون أن نقول له إنها مفاجأة عيد ميلاده. مهلاً، هكذا قد يصاب بنوبة قلبية. على جيري أن يتوقف عن مفاجأتنا وإلا أصبنا بنوبة قلبية. أهلاً بكن أنيساتي. ألا يمكننا في سبيل التغيير أن ندخل إلى هنا في ليموزين مثلاً؟ في سيارة ليموزين؟ لماذا لم أفكر بهذا من قبل؟ أعدكن أني سأهتم بالأمر. أنت رائع. فلنبدأ بالأشياء الجدية. عشرات الأشخاص قد اختفوا في سياتل وفي واشنطن، والغريب في ذلك أنهم اختفوا في نهار واحد هو البارحة. ما هذا؟ كلهم شعرهم أصعب. هل هذه مجرد صدفة؟ سنعرف ذلك قريباً. ليست صدفة بل علامة. ستكتشفن العلاقة بين هذه الاختفاءات، لذا سأعطيكن الأغراض التي تلزمكن. مثلاً هذه أقراط لاسلكية حمرة دون ذرية، وهذا أيضاً مجفف شعر إعصاري، وأخيراً حقائب ظهر دافعة وتيرسيو. تيرسيو؟ ظننت أنك ستعطينا الرقم 5. تيرسيو معناه خاتم تقني للبحث ودراسة كل التحقيقات العملياتية. شكراً، سنبقى على اتصال. حظاً سعيداً. صحيح، سيارة الليموزين تنتظر في الخارج. أوه، رائع. إن سذاجتكن تدهشني دوما يا فتيات. الليموزين، يا لها من دعابة. هل أنت على علاقة وطيدة بأختك؟ طبعا، نحن كصديقتين. قالت إنها ستلحق بي ولكنها لم تفعل. ربما ذهبت تتسوق ليلا ونسيت أن تعلمك. ماذا؟ حصل معي هذا كثيرا. أختي فتاة الرزينة، لو كان الأمر كذلك لاتصلت بي. أنا قلقة عليها. هل تذكرين أين رأيتها آخر مرة؟ رأيتها أمام صالون التزيين الجديد، دخلته لإجراء علاج مجاني لشعري. وأنت لم تفعلي مثلها؟ كنت أود ذلك، لكن موظفة الصالون قالت إن شعري لا ينفع. إذن أختك صهباء. لديها شعر رائع، أرجو أن تكون بخير. وأنا أيضاً. شكراً للإجابة على أسئلتنا، سنعلمك بنتائج التحقيق. ما رأيكما لو نذهب ونلقي نظرة على صالون التزيين؟ علينا أولاً أن نصبح من ذوات الشعر الأصهب. من الجيد أن شعري أصهب، وإلا اضطررنا إلى دفع 1250 دولاراً ثمن الشعر المستعار. واو، كم أحب أن أكون صهباء الشعر، أشعر أني مغرية للغاية. أهلاً بكما في هذا النادي، الآن ستعرفان كم هو ممتع أن أكون أنا. تواضعي قليلاً وتوقفي عن قول الحماقات. كفى، حان وقت العمل. صباح الخير، لقد سمعنا عن صالون التزيين هذا وعن العلاجات التي تقدمونها. إلى الصهب الأصليين، لذا جئنا لنستفيد من خدماتكم. ولكن للأسف ليس لديكن نوعية الشعر المطلوبة. غريب، كم هي فظة. حسناً، بما أن الخطة كانت فاشلة، ماذا سنفعل الآن؟ نبدأ بانتزاع هذا الشعر المستعار البشع.
هذا هو النوع الجيد من الشعر، إنه مناسب لعلاجنا الثوري. صحيح؟ تماماً عزيزتي، ما رأيك في تجربة علاج ثوري جديد للشعر ومجاناً للشقروات؟ هيا تفضلي أنستي. هذا مذهل. لا تنسي هدف المهمة، افتحي عينيك وأذنيك. هل أنا مبتدئة؟ قرطي مزود بجهاز اتصال. إذا احتجت إلينا سنصل في الحال. إني أعتمد عليكما في تحضير المفاجأة للجاري، وذلك قبل أن يصبح شعري مذهلاً. يبدو أن تواضع سام أصبح أمراً معدياً، صحيح؟ لديك شعر جميل، شعرك جميل جداً. شكراً، أنا أنتظر بفارغ الصبر تجربة علاجكم. ما فوائده؟ إنها تجربة سوف تغير حياتك، صدقيني. أغمضي عينيك واسترخي فقط. ولكن ما الذي يجري؟ هذا لا يعجبني، لنذهب. الباب مغلق. النوافذ أيضا، يبدو أنهم قرروا الإقفال باكرا اليوم. ولكن كيف سندخل؟ سنمر عبر السطح. ما هذا سام؟ بطاقة دخولنا. أنت هي الرياضية، هيا أرني بعض الحركات. طبعا. والآن فلندخل. يبدو كأن الكل قد اختفى من هنا. ويبدو أن الكراسي قد اختفت أيضا. هذا يعني أن كلوفر ليست بعيدة. سام انظري هناك. إذن هيا أنجداني. هيا بنا. ربما سنفقدها. اختفى الجميع بكل بساطة. ماذا سنفعل الآن؟ اتصلي بجيري، قد يستطيع مساعدتنا. مرحبا أنساتي، كيف تجدنا سياتل؟ لا تطاق، لقد اختطفت كلوفر في صالون تزيين نسائي يدعى تصفيف الشعر الدقيق. نعم، إنه لأمر مزعج حقا. لنرى ماذا عندي بشأن هذا الموضوع. نعم هذا هو صالون تصفيف الشعر الدقيق لصاحبته فيليسيتيف، والمشهورة بصنع الشعر المستعار ذي الجودة العالية. افتتحت صالونات في كل مكان من العالم. ماذا تفعل صانعة شعر مستعار بكل صالونات التزيين؟ ربما تأخذ الشعر الذي يقص وتصنع منه شعراً مستعاراً. هذا يثير الاشمئزاز. لقد وصلتني أخبار جديدة تتعلق باختفاء سيدات في فيينا والريو بعد ذهابهن إلى صالون تزيين. يخيل إلي أنه قد حان الوقت كي تذهبن إلى المصدر، مصنع السيدة تيف للشعر المستعار بلندن. سنهتم بذلك. إذن علينا إنقاذ كلوفر ومنع كارثة عالمية جديدة. أرجو أن نرجع في الوقت المناسب لمفاجأة جيري في عيد ميلاده. رسمياً نحن نعمل لحساب جيري، وهو نجم سينمائي كبير. مفهوم، ومن أي جنسية سنكون؟ سويدية، هل يروق لك ذلك؟ جداً. جيري نجم السينما السويدية العالمي، ولكن لا يمكننا البوح باسمه لأنه حقاً مشهور. رائع جداً، حسناً فلنذهب الآن. Let's go now, okay؟ كيف أساعدكما؟ علينا أن نتحدث إلى فيليسيتي في الحال، فمستقبل السينما السويدية رهن بذلك. حسناً، الحقا بي.
أنا أدعى فيليسيتيف، بماذا أخدمكما؟ أنا آنا وهذه بريجيت، أتينا من السويد لنطلب شعراً مستعاراً لرئيسنا الغريب الأطوار. أجل، إنه نجم سينمائي عالمي، ولكننا لا نستطيع البوح لك باسمه لأنه مشهور جداً. أها، ولكن لماذا يريد شعراً مستعاراً؟ لأنه في الحقيقة أصلاً. ويقولون إن شعركم المستعار هو الأفضل. أجل، هذا صحيح، بإمكاني مساعدتكما حتما. راجعا الدليل وبعدها نأخذ طلبية نجمكما. إذن أخبريني، هل يصنع كل الشعر المستعار في هذا المبنى؟ نعم، يصنع هنا. مثير أن نرى كيف يصنع الشعر المستعار. بكل تأكيد. أتنظمين زيارات للتفرج؟ لا، هذا غير وارد أبدا. والآن عذرا، لدي موعد ملح. إدوين، رافقهما من فضلك. يبدو لي أن اللطف ليس من اختصاص هذه الشركة. هذا هو المخرج. حسناً، إلى اللقاء. كان هذا قمة في إضاعة الوقت. ربما لا، لنرى الفيلم الذي التقطته. هذا فعلاً مثير للإشمئزاز. أعرف ذلك، يبدو وكأن العلاج ينتزع طاقتهم الحيوية. علينا أن نجد كلوفر بسرعة، علينا أن نجدها قبل فوات الأوان. انظري فوق. من المؤكد أننا سنفتحها بالليزر. هذا ما يمكننا قوله. هؤلاء الأشخاص مخبولون، فليس تربي شعرنا لتصنع منه شعرا مستعارا وتربح ملايين الدولارات. هي، كنت على حق نوعا ما. علاجها الشهير يجعلنا في هذه الحالة. علينا أن نخرج من هنا. أجل وبسرعة، لأنه عندما يصبح شعرنا بالطول المطلوب ستقصه فيليسي وتتخلص منا. إلزم مكانكما. أمسكت بك. أمسكت بك. أتركني أيها المتوحش، أتركني. لا، أخرجوني من هنا. ماذا يجري؟ يا لها من مفاجأة سارة، أنا سعيدة جدا بلقائكما. ليست سارة أبدا، لقد جئنا إلى هنا لإفساد خططك الملتوية. ولكنكما تأخرتما في الوصول، فقد حصدت مجموعة كبيرة من الشعر والآن حان دوركما. إن كل من انتهى علاجه سيتوجه إلى صالة الحلاقة. افعل شيئا. لا تخافي، سنساعدك. علينا الخروج من هنا قبل أن يضعفنا العلاج. لا مشكلة. هذه الأداة بطيئة لكن فعاليتها قوية. سنذهب الآن إلى صالة الحلاقة لإنقاذ كلوفر. لو أننا نعرف كيف نمر من الجانب الآخر. سام، لقد بدأنا من جديد. فلنفكر كيف نصل إلى صالة الحلاقة. انظري، النافذة مفتوحة. كلوفر، كلوفر، هل تسمعينني؟ أجل، أسمعك. أما كان باستطاعتكما أن تنجداني قبلا؟ أعرف ذلك، ولكننا عالقتان في الخارج. قولي، هل أنت قرب النافذة المفتوحة؟ أجل، ولكني لن أبقى لوقت طويل، فقد اقترب دوري.
فلتبدأ عملية الحصاد. يجب أن نصعد إليها في الحال. أحياناً نصاب بخيبة أمل كبيرة. نحتاج إلى خطة أكثر نجاحاً. وجدتها! كلوفر، أعلم أن الفكرة تبدو مجنونة، لكننا بحاجة إلى شعرك حتى نصعد إليك. إلى شعرها؟ قلت شعري؟ دعيه يتدلى من النافذة. حسناً، سأحاول. ستنقذنا صديقتي، لكنني بحاجة لمساعدتك. لقد نجحت كما في قصة جميلة والوحش. أليكس، أنت مخطئة، إنها حكاية رابونزل. أتمنى لو أن علاج فيليسي لا يضعف طاقتك الحيوية، لأن شعرك لم يكن يوما بهذا اللمعان. والآن أخبراني كيف ستمران من خلال القضبان. فلنتخلص منها. هيا تحركوا بسرعة، أمامي حصاد كبير من الشعر. لا تفكري في ذلك. تعال، هيا تعال. حان الوقت لإنهاء الأمر تماماً. أيتها الحقيرتان، لن أدعكما تنجوان. انظري إليها يا سام، تبدو وكأنها في قمة الغضب. أجل، إنها تعاني من التيفوئيد. كفى عن اللعب على الكلام واهتما بي قليلاً. المعذرة. أنا لا أصدق، إنها صلعاء، لا توجد أي شعر على رأسها إطلاقاً. هذا أمر مضحك، وأخيراً سنتمكن من نزع هذه القذارة عن شعرنا. هيا إلى الغسل الجماعي إذن. لقد أتممنا المهمة بنجاح. ليس تماماً، لم نعد مفاجأة عيد ميلاد جيري. أوه لا، لقد نسيت ذلك تماماً. حسناً، أنا على الأقل لدي عذري، فقد كنت مخطوفة. كان لديك الوقت للتفكير بشيء ما وأنت مربوطة. أنت أنانية. لا بأس، ما علينا سوى أن نبتاع له هدية. إذن هل تعجبك؟ في الحقيقة أنا لم أكن أتوقع هدية مثلها، لكن المفاجأة الحقيقية والتي أسعدتني هي أنكن تذكرتن موعد عيد ميلادي. هل رأيتما؟ فاجأناه رغم كل شيء. لا أفهم عما تتحدثن. كنا نود أن نعد لك مفاجأة ولم نستطع.
فشعرنا بالإحباط. أنا مسرور جدا لأني أكره المفاجآت. حقا؟ أجل، ولا سيما إن كنت أنا الضحية يا آنسات. إلى اللقاء. لقد نجحت في كل الأحوال. أيضا يوم عمل طويل. أحيانا أتمنى لو لم أكن مديرا. كان من الأفضل أن أدير فندقا وأحقق رغبة أمي. ما هذا الذي يجري لي؟ وفي المعدة يمزج الطعام مع الأسيد حتى يتحول إلى سائل. هل هذا واضح؟ أرجوك لا تكمل، هذا ليس ممتعاً. حسناً، غداً سوف نشرح بعض الضفادع. هل هذا يجيب عن سؤالك؟ أجل! سام! كلوفر! ساعداني على إيجاد حجة لعدم حضور الدرس غداً! لا أستطيع لا أستطيع لفظ الكلمة حتى! هيا أليكس، أنا واثقة أن الأمر لن يكون مقرفاً لهذه الدرجة. واو! بالإضافة، هذه التجربة الكريهة هي الظرف المنشود لنعمل في المختبر كفريق واحد مع ديفيد. معذرة أستاذ وولش، لدي موعد مع الطبيب وللأسف لن أتمكن من حضور درس تشريح الضفادع غدا. حسنا، سأضع لك جانبا ضفدع بغية أن تشرحيها يوم الاثنين. الاثنين؟ آسفة، ولكن لدي موعد مع طبيب الأسنان. بهذه الحالة أيمكنك الحضور يوم الثلاثاء؟ لدي موعد مع طبيب العيون. إن هذا الدرس يشكل 50% من علاماتكم ولا يمكنكم أبدا تفويته. لا تقولي لي إنك تخافين من هذه الحيوانات الصغيرة واللطيفة أليكس. يا فتيات. شكرا لك جيري، لقد أنقذتنا من الضفادع. كان بإمكانك أن ترسل لنا سيارة ليموزين في المرة المقبلة سام. هل ناديتها بسام؟ طبعاً قلت ذلك كلوفر، ألم يكن يجدر بي؟ مرحباً، هي من يدعى سام وهي تدعى كلوفر. طبعاً، وهل تعتقدين أني لا أعرف ذلك فرح؟ ماذا؟ فرح؟ والآن إلى العمل. أظن أن جيري يعاني من ضعف في الذاكرة. إن مهمتكن سهلة للغاية، يجب عليكن أن تتسللن إلى سجن الأمن العالي في جزيرة جيكل لإطلاق 3 موقوفين. ولكن جيري، ألا يضعون الأشقياء عادة في السجون؟ صحيح، ولكن هؤلاء الأشقياء هم في الحقيقة عملاء سريون للووب. يبدو أنهم سريون للغاية، لأني لم أرهم أبداً من قبل. هذه المعدات سوف تساعدكن لتنفيذ المهمة. جزم مجهزة لتسلق الجدران، وإصبع حمرة بالليزر قادر على قطع أسمك المعاد. ما هذا السلاح؟ ها
حسناً، ثم لدينا أخيراً حمرة الجفون المتطورة. مذهل علي أن أشتري واحدة. إن وضعتن منه على عيونكن 3 مرات تتحول الذرور إلى نظارات إشعاعية، فترين ما يوجد وراء جدران السجن، وسوف تدخلن السجن بفضل الراكواك، وهي مركبتنا المجهزة بخارق للأنفاق. والآن هل لديكن أي سؤال؟ جاري لا أقب. هل أصبت بالجنون؟ أنت تعلم أنك تتحسس من كعك التوت. أجل بالطبع، ولكن الذي حصل هو أنني إنه يضع إصبعه في أنفه. جاري أنا آسف، والآن إلى اللعب يا فتيات. لقد أصيب حتماً بالخرف. إني أسيطر على هذه اليد، وأسيطر أيضاً على الجاسوسات 3، وقريباً سوف أسيطر على هذا العالم كله. مدخل السجن، ولا ينبغي أن يكون خلف الباب حراسا. هذا ما سوف نعرفه حالا. هناك فقط 3 عناصر مدججة بالسلاح. واو، تبدو أدمغة مذهلة. يبدو أنهم يحرسون الأبواب، ولكنهم لا يحرسون النوافذ. ما هذا؟ أهو زي مدرسي؟ هيا فلنهرب من هنا. قولوا مرحبا، ألم تتعلموا التهذيب؟ أقل ما يمكنكم فعله هو شكرنا. الحراس ما زالوا هنا، ولأنه ليس لدينا أحذية مجهزة للرجال فهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج. بهذه الحالة سوف نتسلى كثيرا. لا وداعا أيها السجانين. هذا عملاء الووب لا يعاملون ابدا الابرياء هكذا. قضي علينا. فلتحيا الحرية يا شباب، دائما يستعيد المرء حريته. جيد، أعلم أن هؤلاء العملاء السريين هم مجرمون مزيفون، ولكن تصرفهم مثير للشك. أنا سعيد لرؤيتكم مجددا. مرحبا دكتور في، كيف حالك؟ دكتور في؟ إنه أحد أسمائي السرية، أعني المشفرة. أجل هذا صحيح، نحن ننادي بعضنا بأسمائنا السرية. يجب علينا أن نتحدث. والآن قل لي جيري، ما هذا سيرك؟ من هو الدكتور في هذا؟ ومن هم أيضا هؤلاء العملاء؟ ولماذا لا يحق لنا نحن أيضا بأسماء مشفرة؟ إني أؤكد لكن يا فتيات أنه ليس بالأمر أهمية، كل شيء سيكون على ولكن ما هذه اللكنة؟ لكنتي؟ ما بها لكنتي، ولكن عما تتحدثين؟ لطالما تكلمت معكن بهذه اسمعاني، يمكننا القول إن جيري قد انتقل من أبله إلى مجنون.
في الواقع أنا الآن في أفضل حال وأشكر اهتمامكن بي. إلى اللقاء. على الأقل وصلنا في الوقت المحدد إلى الصف. أليكس، أنا مسرور لأنك ألغيت موعدك مع الطبيب بغية أن تشتركي معنا في هذه المغامرة العلمية الشيقة. لا، هذا مستحيل. فكرة جيدة سام، فلنذهب من هنا في الحال. لم أفعل هذا بسبب الضفدع، بل لأجل جيري. يجدر بنا العودة إلى مركز الووب. بسرعة، يجب ألا يرانا أحد. هيا، سنذهب إلى بنك المعلومات. بما أن جيري لا يريد أن يقول لنا شيئاً، قد يعلمنا هذا الحاسوب ببعض الأشياء. لنبدأ باكتشاف من هو الدكتور في. هاي، أنا أعرف من هو هذا الرجل. أجل، صحيح، أليس واحداً من علماء الووب؟ كان يعمل في الووب، يدعى الدكتور فوميسا، وقد تم فصله حديثاً. كان يعمل على مشروع الجواسيس البالغي الصغر، طريقة تعتمد على تصغير الجواسيس إلى حجم صغير جداً لتنفيذ مهمات سرية. المشكلة أنه كان يستخدم المجرمين كجرذان لاختبار آلته. وقد قامت جيري بفصله. وهؤلاء المجرمون الذين استخدمهم، لقد أوقفتهم الووب منذ بضعة أسابيع. علمت أنهم ليسوا عملاء حقيقيين، شعرت أنهم مجرمون. لكن لماذا وضعهم في السجن وطلب منا أن نساعدهم على الهروب؟ ربما لأن جيري ليست جيري الحقيقي. ومن ينتحل شخصية جيري هو فوميسا. إذن لهذا السبب هو يتصرف بغرابة، ولهذا أراد إطلاق سراح المجرمين لتتسنى له الفرصة لمتابعة اختباراته. هيا بنا، سوف نعرف من جيري ما الذي فعله بجيري الحقيقي. أها، نحن بحاجة إليكم. هل تعلمون أن جيري قد استبدل بغشاش وأن يا فتيات، لقد تدخلتن فيما لا يعنيكن أيتها الصغيرات. يجب علينا أن ننذر البقية، هيا بسرعة. هيا اقبضوا عليهن. أطلقوا الإنذار الأحمر، فإن الجاسوسات الثلاثة قد بابك. لا تقلق، هذا ليس جيري الحقيقي. أجل، إنه مخادع متنكر بشخصية جيري. انظروا. هذا القناع مصنوع بإتقان. شكرا لكم أيها الرجال، إن هؤلاء الجاسوسات الثلاث مشتركات في مؤامرة تهدف إلى القضاء على منظمتنا، وسوف يعاملن تماما كمعاملة الخائنات. شيئاً، كيف يعقل أن يكون جيري الحقيقي؟ لست أدري، ولكن لا يمكن إلا أن يكون جيري. أتذكرين حساسيته للفطائر؟ ولكن لماذا يكرهنا؟ فهو صديقنا. لست أفهم كيف تحول إلى شرير. واو، جميعهم لديهم دارات بالغة الصغر في دماغهم. مشروع الجواسيس البالغي الصغر. ربما هو جيري الحقيقي ويسيطر عليه ويديره من الداخل دكتور في البالغ الصغر. والمجرمون الثلاثة يسيطرون حتما على العملاء، لهذا السبب يتصرف بغرابة. إذن لقد اكتشفتن سري الصغير، مشروع الجواسيس البالغي الصغر هو إنجاز هام.
قائدنا علق أهمية كبيرة على الإخلاقية، ولهذا لم يفهم قيمة عملي. وجاري لم يفهم أيضا أن هؤلاء المجرمين ما كانوا جرذانا، وإنما كانوا يساعدون بكامل إرادتهم. ولكنني الآن أسيطر على جيري، وجيري يسيطر على الووب، وبفضل ذكاء الحاد وجيش الخاص من الجواسيس الذين هم جميعا تحت إمرتي، سوف أسيطر على العالم كله. نعم، العالم كله. وتعتقد أنك ستنجو بفعلتك لأن... لأني على رأس منظمة سرية قوية، فمن سيوقفني؟ نحن سنفعل. الأبله المتعجرف. إنني أخشى أن تكون هذه التهديدات غير مجدية. نعم هكذا. عندما تقوم آلة التخفيض الذري بعملها، أي بتحويلكن إلى جاسوسات بحجم الميكروبات، لن تتسببن لي بأية مشكلة على الإطلاق، لأنكن ستنهمكن بقتال جيش البكتيريا القاتلة. ابدأوا بعملية التخفيض في الحال. يجب علينا أن نهرب من هنا. ولكن كيف؟ لن تنجحن بالفرار أبدا. انتظر وسوف ترى. يبدو أننا علقنا هنا. لقد بدأنا نتقلص. هذا جيد. مذهل. أنت إلى جانب من بالضبط؟ علينا أن نصبح بحجم فيروس لنطارد دكتور في، ويبقى علينا أن نضع يدنا على واحدة من هذه الغواصات العملاقة. مذهل، ها نحن في غواصة بالغة الصغر، والآن ماذا سنفعل؟ أنا من سيقود؟ لقد سرقتن الغواصة إذن أيتها الشقيات. لا يمكنكن فعل أي شيء ضدي لأنكن أصبحتن بالغات في الصغر. ولكن ما الذي يحصل؟ جيري لم يعد يسيطر على اليد، أنا من أسيطر. نحن الآن في معدة جيري. هذا مقرف. علينا أن نخرج من هنا، فحمض معدته بدأ يتلف الغواصة. عليك أن تجد طريقة للوصول إلى دماغ جيري. دماغه؟ ليست لدي رغبة في مشاهدة دماغ جيري. ولكنك ترغبين بتوقيف الدكتور في لكي نخرج من هنا. بسرعة، إنهن في جسدي، لقد أتينا لإيقافي. حسناً، لقد خرجنا للتو من معدته القذرة، ونحن الآن في عروقه. يمكن أن أتقيأ. ما كان هذا؟ هناك كريات بيضاء تهاجمنا، ربما تعتقد أننا فيروس. إنها على خطأ. استجمعوا كل آليات القتال بغية أن نشن هجوما كاملا. هذه مجرد حرقة في المعدة. انتبها جيدا، نحن نقترب من القلب. لقد أصبحنا الآن في دماغ جيري. وها هو الدكتور في هناك. اسمعوني جيدا، وما إن نقوم باحتلال قارة أوروبا حتى نسيطر على كيف يمكنني السيطرة على دماغي مع كل هذه الضجة؟ يجب علي أن أزيل نفوذي. Oh, 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 oh.
كل هذه المعارك تعرض جسم جيري للتعب، حياته معرضة للخطر. إذن علينا إخراج هؤلاء الأشرار من جسمه. ولكن كيف؟ كعك التوت. كفى، توقف عن هذا. سوف يعطس. لا. لو كنت مكانكم لتحاشيت تناول هذه الفطائر. لم أكن يوماً أتوقع أن أفرح لكسب كل هذا الوزن، ولم أكن أتوقع أبداً أن تحرضن يوماً العالم ضدي. ألف شكر. يبدو أن الدكتور في ومعاونيه سيواجهون المتاعب. بالفعل، لكن المتاعب الكبيرة تأتي أحياناً في علب صغيرة. نعتذر لتغيبنا عن درس تشريح الضفادع، ولكي تسامحنا كتبنا موضوعاً حول تشريح الجسم البشري. هذا لطيف جداً، ولكن بما أنكن لم تقمن بتشريح الضفادع أخشى أن أكون مجبراً على إعطائكن هذه الكتابات. مذهلة فعلاً. أنتن تصفن الجسم البشري بكامل تفاصيله كما لو أنكن أتيتن بهذه المعلومات من مصدرها الفعلي. لستن بحاجة لتشريح أي شيء، أنتن الثلاثة نلتن علامة ممتاز. ويمكنكن الاحتفاظ بالضفادع كحيوانة أليفة. إذن فإن المركب المؤزّد يحدث تفاعلاً يسمح بإزالة الحموض في حالة التحلل. هل تعلمين؟ فخر لي أن أنتمي إلى فريق فيه أحد بمثل موهبتك سام. موقف التناوب كان مذهلاً أليكس. يا أجمل ما رأت عيناي، تكلمي معي بعد.
أنت التي من أعالي شرفتك تنيرين الظلام كما لو كنت قمرا. أوه داني داني، أين أنت يا داني؟ يجب عليك أن تتجاهل أبيك، وإذا لم تفعل ذلك فسوف تفقد حبي إلى الأبد. كان أداؤك رائعا كلوفر، كان مليئا بالإحساس، لكن اسم الشخصية هو روميو وليس داني، هل فهمتي؟ هل نعيد المشهد ثانية؟ كما تريد. هل تعلمان أخيرا أنا مغرمة؟ إنه مميز وسيم جدا، إنه نابغة، إنه بطل رياضي مذهل. للحظة ظننت أننا نتكلم عن ذات الشاب. مرحبا أليكس، كلوفر، سام. مرحبا داني. مهلا، لماذا تنظران إلى حبيبي بهذه الطريقة؟ حبيبك داني هو الشاب الذي كنت أتكلم عنه. بأي حال إنه معجب بذكائي. بأي حال هو لم ينظر إليك أصلا، وهو معجب بي أنا وحدي. أليكس، سام، اهدأ، سوف تضربان بعضكما من أجل شاب، هو حتما مغرم بي. هذا ما سنرى. أجل، في الحب كما في الحال. آنساتي، لدينا مشكلة دقيقة علينا معالجتها، فالألعاب الأولمبية تسيطر عليها دولة واحدة. ولكن لحظة، من فضلك تجعلنا نبتعد. داني، من أجل لعبة سخيفة؟ الألعاب الأولمبية ليست ألعابا عادية، وهذه القصة ليست سخيفة. إنه على حق، هذا حدث رياضي مهم يشجع روح التنافس، وبصراحة فإن هذا الأمر يحوز على تقديرنا أنا وداني. أليكس، متى ستفهمين أنه لا يوجد هناك منافسة؟ آنساتي، أرجو منكن الانتباه جيدا، هذا هو الفريق الذي ربح في التزلج والهوكي على الجليد، وحتى الآن استقطب كل الميداليات الذهبية في كل الميادين. وما الغريب في ذلك؟ إمكانية أن يفوز فريق واحد بجميع الميداليات في كل المباريات هو شبه مستحيل، مع العلم أن أبطال هذه المباريات الشتوية هم من بلاد مدرية، الزنزبار. إذن أحدهم فعل لهم شيئا، لكن لا ندري من هو وماذا فعل. صحيح تماما. ما تحتاجنا إليه بطاقة ائتمان ذات حلال رموز تعقبي طرفه كحد الموس، أساور قيود، نظارات شمسية للتجسس بالأشعة ما تحت الحمراء، قفازات لاصقة للتسلق، وجزم للتزلج سريعة ومتعددة الاستعمالات أيضا. لا قيمة لها حقا، خذيها أنت سام، أتمنى أن تعجب داني. إن هذه المهمة هي حقا ممتازة، سوف أنتحل شخصية أحد الرياضيات. لتخبري داني أنك اشتركت بالألعاب الأولمبية، انسي ذلك. سأنسى ذلك بأية حال، إنني الوحيدة هنا التي لا تبدو مضحكة بذاك الزي الملتصق بالجسم. أليكس. شكرا جيري، كنت أعلم أنك ستفهمني. سوف تنتحلين شخصية صحفية، وأنت سام ستلعبين دور المدربة، أما كلوفر فستفرح بزلاجة الانزلاق. ولكن هذه رياضة عنيفة وأنا ضعيفة لأقوم بذلك. لا تكوني متواضعة هكذا كلوفر، افخري بالأفخاذ التي تتمتعين بها. أما الآن فحظا سعيدا. هؤلاء الرياضيون يبدون طبيعيين. في هذه الحالة فلنعد إلى منازلنا، القضية مطوية. لن نحل هذه القضية بالتهكم، وكلما استعجلنا كلما عدت بسرعة إلى حب حياتي. مخزن التنزيلات. حسناً، بما أن المسألة هكذا تدبرا أمركما. هذا يروق لي. ويروق لي أيضاً. أنا على حلبة القفز مع فريق زنزبار، كل شيء يبدو عادياً ولكني أراقب أصغر التفاصيل. وجدتها. واو، يا لها من قفزة، هل يمكنني أن أجري مقابلة معك؟ حسناً، بكل سرور، يبدو وكأني اخترقت جدار الصوت. أو ربما لأنك تمرنت كثيراً في الآونة الأخيرة. ولكنني لا أتمرن أبداً. لا تتمرن أبداً؟ لا أصدق، فأنت بطل رياضي أولمبي. لدي مدرب ممتاز، والآن علي أن أجلب بزة جديدة. Thank you.
أحيانا لا شيء يدعو إلى الشك. إلا هذا الأمر. إن هذا مؤلم جدا. واو، كنت مذهلة، لابد أنك تتمرنين كثيرا. ليس تماما، ولكن مستواك عال جدا. لدي مدرب ممتاز، لقد أطلعني على هذا البرنامج وكنت أخشى ألا أستطيع تنفيذه، ولكنه وعدني أن كل شيء سيكون بخير. أوه، عضلاتك مشنجة. ما الذي يجري؟ لا شيء أبدا. كيف تشعرين الآن؟ أحسن حالا، لقد زال الألم. يبدو لي وكأنني فعلا في فريقهم. هناك ملاحظة، لا تنسوا أبدا أن ترسلوا بعض المحارم للفريق الأولمبي. ولكن ما هذا؟ نوع المخاط هذا يبدو غريبا بعض الشيء. كنا بانتظارك لتحل مكان، هيا بنا بسرعة. انتظر لحظة، يبدو أن هناك سوء فهم، فأنا هنا لمراقبتكم فقط، ولكني لم أستقل في حياتي ثلاجة انحدار. المدرب يعرف تماما ما الذي يفعله، لهذا أرسل بك. أؤكد لك ذلك. لقد حطمنا الرقم القياسي بسبع ثوان. قلت لك إن المدرب يعرف تماما ما الذي يفعله، لقد أصبحنا لا نقهر. فليحيا المدرب. أليكس، سام، كلوفر، أليكس، سام، كلوفر. هؤلاء الرياضيون يتصرفون بطريقة غريبة، ولكنهم لا يغشون. لست أكيدة، انظر إلى هذا. ما هذا؟ خرج من أنف أحد المتزلجين. ولكن كلوفر، بماذا تنكرت حتى لا يتنبه لوجودك؟ أنا لم أخرجه من أنفه، لقد عطس فقط. سوف أرسل العين لجيري. ما استطعت كشفه هو أن الفريق يحب مدربه كثيراً. عجباً، فقد قال لي المتزلجون نفس الشيء، وكذلك المتزحلقة ميرا. حان الوقت للقاء المدرب. فكرة جيدة، لنرى ما يمكننا أن نعرف عنه. من ناحية التصرف بدراية، أنت بطلة كلوفر. هذا نتيجة حساسيتي لزهرة النرجس. تذكار رائع لداني. مذهل، عادة يلزمني 6 حقائب للذهاب في رحلة، وهذا الرجل يضع مختبرا بكامله في حقيبة واحدة. ما هذه البيانات؟ أهي كلها للرياضيين؟ لابد أنها بيانات في الكيمياء والبيولوجيا وعلم الوراثة. مرحبا، ما الجديد؟ شيء مثير للاهتمام، فالدارة الإلكترونية التي بعثتن بها إلي هي حيي دقيق صنعي لا يمكن كشفه بالفحوص العادية. عندما تزرع في الجسم تغني عن المنشطات. وهكذا لا يحتاج الرياضيون إلى تمرينات. بالضبط. إذن هكذا تعلمت ميرا برنامجها. كنت أعلم أنهم يغشون. ما الذي يجري؟ جيري، هناك كمية من الدارات الإلكترونية ما يكفي لصنع فريق كامل من الأبطال الأولمبيين. لنختبئ بسرعة. ميرا، هل هي المتزحلقة؟ أجل، ولكنها ليست على ما يرام، علينا أن نقوم بشيء ما لمساعدتها ومن دون تأخير. تبدو منهارة القوى. هذا لأن الدارات الإلكترونية لم تنشأ من أجل الاقتصاد في الطاقة.
أي سوء استعمال لها يؤدي إلى عوارض جانبية. أوه، إنه من المحزن جدا أن أرى أول جرذ يرحل. هذا يتجاوز الحد. تتكلمون عن كائن بشري أيها الغشاشون. لن نبقى هنا طويلا. هذه القفازات ليست لاصقة فحسب، بل هي دبقة أيضا. الحقا بهن، هيا بسرعة. الطابق الأول مخزن الملابس. المشاكل آتية. كنت أعلم أن ميرا ليست غشاشة. علينا أن نعلم جيري بذلك وأن نرجع إلى الفندق لإيجاد طريقة لإنقاذها. إلى أين يا فتيات؟ لست هاوياً، اشتركت كمتزلج في مباراة الألعاب الأولمبية، وأنا لن أسمح مطلقاً لفتيات مثلكن أن تهزمنني على الحلبة. هذا ما سوف نراه. حسناً، هذا أمر مخجل. قضي علي. لقد سخر مني الجميع عندما قلت إني سأجعل الزنزبار تفوز بالميدالية الذهبية للألعاب الشتوية. ربما بلغت في التفاؤل آنذاك، لكن وبفضل داراتي الإلكترونية سوف أسيطر على جميع الألعاب. لكن ما هو الثمن؟ إنك تعرض حياة الأبرياء للخطر. إن أردت رؤية صديقتيك على قيد الحياة، عليك أن تكوني مكان ميرا وتفوزي بالميدالية الذهبية. ولكني لا أعرف كيف أتزحلق، أقصد أن أتمتع بمواصفات متزحلقة. ولكن ألم تسمع الرياضيين؟ كل ما يلزمك هو مدرب جيد ودارة إلكترونية صغيرة مثل هذه. لا شكرا، أنا لست جائعة. لا مشكلة في ذلك أبدا. سوف تحتاجين إلى القوة والخفة في الوقت ذاته. دربت كلابي على عدم التوقف عن الركض حتى أمرها. ماذا يعني ذلك؟ إذا لم تفوزي بالمباراة سوف تذهبين في نزهة لا رجوع منها. لن ترى صديقتيك أبدا. هيا. استريحي. يا ويلي، لقد قضي علينا. إنها مدربة بطريقة ممتازة. لماذا لا يستعمل المدرب هذه الطريقة مع الرياضيين بدلا من أن يزرع فيهم تلك الأشياء المروعة؟ أليكس، عليك أن تسحبي بطاقة الائتمان، إنها في جيبي. حسنا، لا مانع لدي عزيزتي، ولكن ما الذي تريدين شراءه في وقت كهذا؟ لا شيء، أريدك فقط أن تقطع الحبال. لقد نجح الأمر. هل تعنين أني سمينة؟ إنها عملية حسابية، علينا توزيع وزننا حتى لا ينكسر الجليد تحتنا. تفكير سليم سام، علينا أن نعمل بسرعة، حياة كلوفر وميرا رهن بذلك. أرجو أن نجد المضاد سريعا أو أن نتمكن من انتزاع الدارة. مهلا لحظة، قالت كلوفر إن المتزلج لفظ الدارة عندما عطس، علينا جعلها تعطس. سأذهب لإحضار ميرا، اهتمي بكلوفر.
في النهاية لم تكن هذه الجزم عديمة المنفعة. المشترك التالي في مباراة التزلج الفني هو فريق الزنزبار. ما كان يجدر بي أن أزرع فيك 3 دارات. هل تظن ذلك؟ حتى الآن لا أعرف نظام البرنامج. لا أعرف ماذا علي أن أفعل. أعطني فكرة، نتقدم، نرجع إلى الوراء، نستدير، ندور حول نفسنا. ما كان وضعك مدربنا هنا لو أنك لا تعرفين. مؤلم. مهلاً مهلاً، ذراعي هي أيضاً تؤلمني. أنا لا أعرف كيف أفعل هذا. تشعرين بتحسن؟ أنا بحال أفضل، ولكن من أنت؟ إنها قصة أطول، سأشرح لك ونحن في الطريق. ماذا يحدث؟ ولكن ما الذي يحدث هناك؟ من علمك أن تقاتلي هكذا؟ أود أن تكوني في فريقي. انتظر لحظة، أنت لم ترى أي شيء بعد. كانت ضربة جيدة. أجل، لدي مفاجأة لك. نجس، ولكنني أعطسُ. نتيجة حساسيتي من النرجس. ألم تعلمك أمك أيها الرياضي أن الغش ليس باللعب الصحيح؟ ربما علينا أن نشرح الأمر للجنة. لا داعي، فلقد قمت بذلك شخصياً. شكراً، لقد أنقذتن حياتي. لا شكر على واجب. فازت ميرا بالميدالية الذهبية من دون أن تلجأ إلى الدار. هذا صحيح، دون غش ووفق القوانين. هذه هي الروح الرياضية. مرحباً كلوفر، سام، أليكس. مرحباً يا داني. داني، عليك أن تقرر هذه المرة، نريد أن نعرف من تفضل بيننا. أنا لا أفهمك، ماذا تعنين؟ لا 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 لا، هي تعني أن السؤال هو من منا أنت تحب؟ عليك أن تختار واحدة منا فقط. لا يمكنني أن أختار حبيبة كما أختار علبة بطاطا. كن جداً وقل لهما إنك تختارني أنا. كلوفر، أليكس، سام، أنتن الثلاثة مذهلات فعلاً، لا يمكنني أن أختار واحدة منكن، أنا آسف. أرأيتما هذا؟ كان ينظر إلي أنا. حسناً، علينا أن نتوقف، يجب أن لا نتشاجر. صحيح، لن نختلف فيما بيننا من أجله. أجل، هذا صحيح، ولكنه كان ينظر في عيني أنا. ولكنني الفتاة التي تجعله يحلم. أنتما تحلمان، إنه يفضلني أنا.